رسميا أعلنت شركة وان بلاس على أحدث هواتفها الرائدة وهو وان بلاس 10 حيث يأتي بمواصفات قوية مع مميزات رهيبة لذلك في هذا الفيديو سنتعرف على سعره ومواصفاته ولكن قبل ذلك دعمونا بلايك للفيديو لتحفيزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقنية هاتف ون بلاس 10 يأتي بأحدث معالجات كوالكوم وبسرعة شحن رهيبة مع تصميم مميز وكاميرات جيدة أولا نبدأ بالتصميم فالتصميم يشبه بشكل كبير إلى تصميم هاتفها الرائد وان بلاس 10 برو فمن الخلف سنجد ثلاث كاميرات محاطة بمربع كبير دائري الحواف أيضا الكاميرات الخلفية تأتي ملتصقة مع إطار الهاتف أيضا الهاتف يأتي بخامات من الزجاج في الظهر فاللون الأسود عبارة على مستون له ملمس خشن شبيه بالحجر مستوحى من نسيج البازلت لذلك لن يكون هناك بصمات للأصابع وستكون مسكة الهاتف فخمة ومريحة وأما اللون الآخر فيأتي بلون الجاد جرين حيث تميز بلمسة ناعمة شبيهة بالسراميك وأما إطار الهاتف مصنوع من البلاستيك ويتميز بلمسة نهائية لامعة ولون متطابق مع ظهر الهاتف ايضا الهاتف ياتي بوزن 204 جرام مع سمك 8.8 ملم واما الشاشه فتاتي مسطحه مع حواف رفيعة على الجوانب مع ثقب صغير في اعلى اليسار ايضا الهاتف لا يدعم تركيب الذاكره الخارجيه ولا يدعم منفذ السماعات 3.5 ملم ويدعم صوت ستيريو قوي مع دعمه لميزه الانفسي وبالنسبة لشاشة ون بلاس 10 t فهي تأتي من نوع أموليد بحجم 6.7 إنش بدقة الفول اتش دي مع دقة عرض 1080 في 2412 بكسل أي 394 بكسل للإنش الواحد أيضا الشاشة تدعم تردد عالي 120 هرتز وتدعم 1 مليار لون وتدعم ميزة الـ HDR 10 بلس وتستحوذ الشاشة على نسبة 87.9% من الواجهة الأمامية فالشاشة راح تقدم لك اداء جيد مع تشبع الوان ممتازه وسطوع جيد وزوايا مشاهده رائعه، ايضا تتكيف تلقائيا من 60 الى 90 حتى 120 هرتز وهذا على حسب استخدامك للهاتف، ومن اقوى مميزات الهاتف هي سرعه الشحن صراحه سرعه الشحن رهيبه تصل 150 واط مع بطاريه بحجم 4800 ملي أمبير لذلك راح يشحن الهاتف من 0 الى 100% في ظرف 19 دقيقة فقط، صراحة شيء رهيب. أيضا هاتف ون بلس 10 ياتي بأحدث معالجات كوالكم وهو سناب دراجون 8 بلس جي أنوان بدقة تصنيع 4 نانومتر. أيضا الهاتف ياتي برامار 8 و12 و16 جيجا رام من نوع ال بي دي آر 5 مع ذاكرة 108 جيجا أو 256 جيجا من نوع يو اف 3.1 الاسرع والاحدث فعلى منصة جنج باش خمسة في النواة الواحدة حصل على ألف وثلاثة واربعون نقطة وفي النواتين حصل على ثلاثة نقطة وعلى منصة توتو حصل على أكثر من سبعمائة وستة وثمانون ألف نقطة أيضا الهاتف يأتي بنظام أندرويد 12 مع واجهة وان بلاس كما أنك ستجد بصمة الإصبع مدمجة أسفل الشاشة وبالنسبة للكاميرات فهي ثلاث في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 1.8 بحساس سوني ام 766 كما انها تدعم المثبت البصري والكاميرا الثانية تاتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي للتصوير الواسع واخر كاميرا تاتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي للماكرو فالكاميرا الرئيسية راح تقدم لك صور ممتازة خاصة في وضع النهار ايضا الكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 و60 FPS أه وتدعم بدقة الفول أش دي بمعدل 30 و60 و240 FPS أه أيضا كاميرا سيلفي ممتازة راح تقدم لك صور جيدة فهي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل تصور الفيديو بدقة الفول أش دي وأما سعر الهاتف أقل نسخة فيأتي بسعر 700 أورو على العموم هاتف ون بلس 10 تي هاتف يقدم مواصفات ممتازة وقوية خاصة من ناحية الأداء وسرعة الشحن مع كاميرات جيدة، أيضا من أهم مميزات الهاتف أول ميزة الشاشة ممتازة عالية الدقة، أيضا المعالج قوي وراح يقدم لك تجربة أداء ممتازة، كما أنه يملك سرعة شحن رهيبة 150 واط، أيضا الكاميرا راح تقدم لك صور ممتازة، كما أنه يأتي بتصميم مميز خاصة مع اللون الأسود، وأما العيوب فهي كالتالي، أول عيب أنه لا يحتوي على شهادة ضد الماء والغبار، كما أن إطار الهاتف مصنوع من البلاستيك ايضا الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي وفي الاخير ما رايكم بالهاتف وسعره فشاركونا رايكم في التعليقات دمتم في رعايه الله وحفظه